مساكم الله بخير. الحين نبدأ بالمحاضرة. أكون إن شاء الله رابع محاضرة عندنا في The Clinical Neurology Summer Course بعنوان How to Take History for Neurological Complaints. طبعاً حيقدمها الدكتور حسن التغريري، طبيب مقيم بالسنة الثانية بطب المخ والأعصاب من مستشفى الملك فيصل التخصص. Recording in progress. طبعاً برضو لا تنسوا حيكون في رابط التحضير في الشات ورابط عشان الأسئلة جاوبكم فيها في القناة إن شاء الله. تمام؟ تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ أيوة دكتور الصوت واضح. مساء الخير جميعا، معكم أخوكم حسن دغريري، طبيب مقيم في تخصص المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي السنة الثانية. إن شاء الله اليوم راح أقدم لكم موضوع على History Neurology. إن شاء الله يكون موضوع مفيد في النهاية والكل يستفيد منه، ونبغى إن شاء الله يكون بشكل تفاعلي أكبر. بس أنا أحاول الآن أسوي شير للباوربوينت، أعطوني بس دقيقة. واضح الصورة؟ أيوه دكتور السلايد واضح. طيب بسم الله نبدأ ولا ننتظر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية introduction to history taking، زي ما الكل يعرف إنه إحنا كنيورولوجي ما عندنا حاجة اسمها biomarkers مثلاً كميديسين، كعندهم مثلا لابس بايوماركرز a lot of investigations. However we يعني الشيء اللي عندنا اكثر شيء نعتمد عليه اللي هو الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشنز. الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن بالنسبه لنا وقيه التخصصات، لكن عندنا بشكل اكبر تقولنا للتخصص للديفرنشيالز والانفستيجيشنز والدياجنوسس بشكل كبير واضح. يعني حتى المين انفستيجيشنز اللي عندنا في النيورولوجي تقتصر بشكل كبير مثلا على ام ار اي ونيرف كوندكشن ستدي وعلى البيو سي اس اف اناليسيس اللي احنا نسميه هذا السي بي سي حقنا اللي هو السي اس اف اناليسيس. فالهيستوري زي ما قلنا لكم هو اكبر بارت عندنا في الكلينيكال اسسمنت. يعني وي كارش ذا دايجنوستس فروم هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن ان 80% 90% اوف كيسز باي تيكينج هيستوري اند يو كان دو ذا بروبر فيزيكال اكزامينيشن ذا تارجتد فيزيكال اكزامينيشن ديبندز ان ذا هيستوري. Then you can build your differential diagnosis, and based on your differential diagnosis, you can narrow your targeted investigations to reach the diagnosis, and you can start the management. This is basic steps that everyone has to know and has to do. زي اللي كلنا نعرفها قبل ما تدخل عند المريض إنه تغسل يدك. هذا تعطي ثقة للمريض قدامك يثق فيك لما يشوفك إنك غسل يدك تهتم فيه تهتم بصحته إنك ما تنقل له يعني أمراض معدية. Second thing, introduce yourself, give your name and your shop. تدخل عنده السلام عليكم، معك حسن دغري طبيب مقيم، وإن شاء الله إني راح أكون مسؤول عن حالتك خلال هذا الشهر، ولو تسمح لي أخذ منك كم معلومة.
identify, confirm you're speaking to the correct patient. تقول له أنت مثلاً خالد العنزي صحيح؟ يقول لك نعم. خلاص بعدها أنت introduce yourself and confirm the patients. Then you have to take a permission. Confirm the reason for seeking the patient. ولا أنا عندك أبغى أخذ منك كم معلومة عن تاريخك المرضي. اللي إن شاء الله تفيدنا نوصل للتشخيص المناسب إن شاء الله ونبدأ العلاجات المناسبة. Gathering information. طيب هذا the main components of the history in any specialty, neurology or outside of neurology. Starting with the personal history, نبدأ زي ما نقول name, the age of the patient. The age of the patient is an important لأنه give you differential diagnosis. يعني some diseases occur in young age, مثلا in 30, 20, and some no occur in elderly, مثلا by 60, 70, and 80, whatever. Occupation, residency, هذا تعطيك hint إنه أحيانا مثلا exposure في industry to certain biochemicals give rise to certain symptoms and certain diseases. وبرضو إنه مهم إنه نعرف الoccupation لأنه بعض ال disorders affect the patient daily living of activities. يعني مثلا multiple sclerosis patient عنده weakness عنده double visions he cannot do his daily activities. فال physical activity وال والoccupation مهمة جدا من ناحية إنه further steps in the management. Do we need to interfere right now? And do we need to limit the limitations of his disability or not? بعد personal history, of course, اللي هو ندخل على chief complaint. Chief complaint, نسأل المريض اللي هو في الـ ER أو هو الآن في العيادة جاني. إيش الشيء اللي جابك العيادة وإيش الشيء اللي خلاك تجي طوارئ؟ كثير مرضى لما أنت سمعهم انترفيو إنه يعطيك أكثر من سيمتونز في نفس الوقت وأنت تتلخبط وتتشتت. أنت ترجع من البداية نقول آخر أو أكثر شيء مضايقك الآن أكثر شيء خلاك تيجي الطوارئ وخلاك تيجي العيادة إيش كان؟ مثلا يقول لك والله عندي صداع معلش عندي صداع عندي غثيان عندي ضعف عندي تنميل. يقول أكثر شيء جابك خلاك تيجي العيادة يقول لك الصداع. خلاص أنت تبدأ analyze this chief complaint the headache تمام. Then you can dissect every chief complaint separately. الanalysis يجي عندنا في component of history presenting illness المعروف اللي عند الكل اللي هو السوكرينز. نبدأ بالسايت onset, character of the complaint, radiation, aggravating factors, timing, exacerbating, relating factors, and the severity. طبعاً مو كل ال chief أو مو كل ال complaint لازم meet all of these components في Socrates, ولكن one by one. بعد ما خلص his presenting illness, analyze it well. And dissect it. We go to the systemic review. We have to review system by system, guided by our differential diagnosis and guided by the patient complaint. Pass, of course, and نروح بعدها pass medical history, family history, medication history, toxin drug history, social history, and travel history. هذا الكومبوننت مهمة جدا زي ما قلت لكم في أي history. ممكن إنه أحيانا تكون أنت في الكلينيك تستعجل على البيشنت فـ you can miss important points في الفاميلي هيستوري education history. ممكن إحنا نشوفها item طويلة ولكن مع البراكتس تكون أسرع تكون يعني most targeted and you can ask the most important things in each any question here.
واضح دكتور. طيب نيورولوجيكال كومبلينز، طبعا انا احاول وتكون اسهل ان نقسمها بال باي سيستم او باي فانكشن، فلما نحفظها زي بهذه الطريقه نقدر نسترجعها بشكل اسرع. والشيء الثاني ما ننسى any question يعني important for this patient. فأنا دائماً أحب أقسم بهذا الطريقة. نبدأ بالhigher function. إيش الhigher function عند patients؟ consciousness. Is there is any مثلاً loss of consciousness impaired change in the level of consciousness from the baseline of this patient? الشيء الثاني عندنا language. Language يعطينا hint for the aphasia. Does this this patient has difficulty expressing the words, talking and incoherent words and non-understandable words or whatever, or ممكن احنا نقولها في الهستري اللي هو slurred speech. لكن احنا نعرف بعدين ان speech الميموري، نسأل مثلا البيشنت هل عنده امبيرد ميموري كومبوننت، مثلا ما يتذكر الاشياء القديمه، هذا يسمى ريتروجريد ميموري. وهذا مهمه مثلا في البيشنتس اللي عندهم كوجنيتيف ديسفانكشن زي الزهايمر ديزيز، ديمنشيا وليبوباتي ديزيز، ان اني اذر فورم اوف كوجنيتيف ديسوردر، حتى الباركنسون ديزيز. فهذه نقطه مهمه، مثلا تساله الآن أو تسأل الكولاترالز، هل هو يتذكر الأشياء القديمة فقط والأشياء الجديدة ما يتذكرها أو لا. الشيء الثاني عشان تعرف الأنتير جريد واللي الشورت ميموري، مثلا ينسى الأسماء، صار ما يتذكركم في البيت، صار مثلا يضيع في الطريق في الخط. فهذه important في الـ assessment of higher functional and memory. الorientation، how to ask about the orientation. هل يعني مثلا تقول ان البيشنت يعرفكم، يعرفوا وين، يعرفوا يعرف اي وقت من اليوم، يعرف الاعياد، يصلي، يصوم، يتذكر كل شيء او لا. الاتنشن انه مثلا cases of delirium، البيشنت مثلا كانت يعني remain in the target، يتكلم معك بعدها مثلا easily detached، يعني أي شيء يصير يكون فيه interruption of the conversation or of the speech. Does this patient easily inattended or not? This is regarding the higher function. Each component in the history it's easy to know, but the most important thing is how to ask. إحنا المرضى عندنا عرب، فممكن حتى عندك الفكرة حق السؤال في بالك بس ما تقدر توصفها للمريض. فأهم شيء عندنا لو تعرف أصلاً كيف تسأل السؤال هذا. طيب كرين النيرس، كيف نسأل مثلاً عن الأنوسمية؟ الأنوسمية either complete loss of smell أو إنه يكون عنده decrease in smelling sensation أو change in the perception. مثلاً تقول له هل تغيرت عندك حاسة الشم؟ فقدتها تماماً أو لا؟ هذا complete loss of sensation of smelling sensation. هل تغير عندك حاسة الشم عن السابق؟ يعني الآن تحس أن حاسة الشم عندك أقل أو أكثر من السابق أو لا؟ أو change in the perception، إنه مثلاً this certain object، إنك مثلاً برتقال صرت شمها كأنها قهوة أو قهوة كأنك شمها برتقال، هذا change in the perception. And everyone has its significant important in the higher function. Visual field defects. The patient ما راح يقول لك إنه أنا عندي right hemianopia ولا عندي left quadrant hemianopia. يقول لك إنه أنا مثلاً أسوق الجهة اليمين ما أشوف في حادث، أو أنا ماشي ما أقدر أشوف أشياء اللي تحتي. This is a clue for visual field defect rather than visual loss or diplopia. كيف تعرف أحياناً إنه في الإكزامينيشن تعطي ورقة وتخليه مثلاً يرسم، لما يرسم لك تحس إنه يرسم لك مثلاً right visual field bilaterally is black. This is indicates مثلاً right visual field defect. Diplopia، how the patient experiencing diplopia؟ تقول له والله وانت تمشي إنك تشوف مثلاً شيء اثنين
طيب الشيء اثنين، هل هي vertical ولا horizontal؟ تقول مثلا تشوف الشيئين جنب بعض ولا تشوفه فوق بعض؟ وانت نازل مع الدرج تحس ان النظر تغير عليك وتطيح ولا لا وانت تقرأ؟ فهذه clue for taking or for asking about the diplopia. Abnormal face sensation، الإحساس نقص، أنا حسيت إن الإحساس نقص مثلاً في منطقة معينة في الوجه أو لا، أو هل تحس مثلاً زي الكهرباء زي التنميل تروح وتجي أو لا. Symptoms of facial nerve palsy، طبعاً facial nerve يعني from the forehead up to the mouth angle، فتسأل مثلاً هل تجد صعوبة إنك تقفل عينك، تجد صعوبة إنك لم تأكل، لما تنظر، لما تيجي تتوضى تحط الموية في فمك. ف this is how to ask about the facial nerve palsy. For the hearing loss, exactly. يعني do you have any hearing impairment, decrease in the hearing sensation or not, unilateral or bilateral? The vertigo, this is يعني vertigo, dizziness or lightheadedness. هذه ما هي specific. ف we need to ask exactly. يعني هل تشوف إن الغرفة تدور ولا أنت تشوف نفسك تدور؟ هل الدوخة هذا لما تجيك وأنت ثابت، تجيك لما تحرك رأسك؟ أنت تسأل about the social symptoms. Is there is any associated loss of consciousness؟ تحس والله إنك مثلاً بيغم عليك وتصحى مثلاً كان هابريسون كوبي أو يغم عليك. ف important in dizziness to dissect it well to know the exact mean of the patient. Dysphagia. تسألوا هل في عنده صعوبة في البلع، اختلفت عليك عن السابق. Voice change. Voice change ممكن هو ما يلاحظها بس يلاحظها الكلياترز. لا والله الصوت تغير علينا. Tongue deviations. هذه واضحة. Motor symptoms. Weakness. يعني أكثر شيء واضح. والله عندي ضعف. تسألوا عن الضعف. You have to dissect it. I will regarding the site, unilateral or bilateral, upper or lower or whatever. And important to know what the patient is mean by weakness. Is it a clearly slow? Is it a true weakness or just a fatigue? Abnormal movement, مثلاً زي المايكرونيك جيرك, seizure or tremor. Sensation, either absent sensation. Or decreased sensation or feeling of burning electrical sensations that patient recommend to him مثلا peripheral neuropathy. Disequilibrium, dizziness شرحناها وبرضو gait imbalance. And you have to differentiate between these two. بعض الpatient يجي يقول لك انه انا عندي دوخة، لما تسأل انه هل عندك عدم اتزان يقول لي ايوه انا عندي عدم اتزان. اي احد عندنا يدوخ ما يقدر يمشي. فإز it a gait imbalance, secondary to cerebellar or spinal cord, or just a dizziness. فكيف تعرف تفرق؟ تقول له من غير الدوخة، هل تحس أنك لما تمشي تميل على يمين، يسار، تطيح على قدام، على وراء، من غير ما تحس بالدوخة؟ مثلا يقول لك لا، بس إنه عشاني أمدوخ أنا ما أقدر أمشي. ف this is indicate the patient is having dizziness, not a clear gait imbalance. بعضهم يقول لك لا أنا ما أحس بدوخة بس لما أمشي لا والله أميل، أحتاج أحد يسندني، أروح يمين مثلا، أطيح على جهة اليمين أو أطيح على جهة اليسار. But this is indicates the patient is having gait imbalance rather than dizziness. Other neurological symptoms عندنا headache. I will talk about it. Blurred vision. طيب blurred vision هذه كلمة عامة. What does the patient mean by the blurred vision? Is it a complete visual loss? Is it a clear diplopia or just a decrease in the visual acuity? Projectile vomiting, مثلا مع البيشنت اللي عندهم high ICP, convulsions, photophobia, phonophobia اللي تيجي مع المنينجيال ساينز. For example, in patient with meningitis, we have to ask about it. Last one, sphincter dysfunction. And most of the sphincter dysfunction is related to ميلوباثي، والميلوباثي اللي احنا نعني فيها الاسبانيك كورد. واضح هنا؟ any question؟ طيب احنا خلصنا الان
الهيستوري we have to ask the patient, encourage the patient to expand ideas or concern expectations. تقول له إيش رأيك أنت بعد ما خلصنا؟ What do you think؟ إيش رأيك أنت في الأعراض اللي عندك؟ إيش تتوقع اللي عندك؟ شيء ثاني، عندك أي أشياء تحب تسأل عنها أو لا؟ قال والله مثلاً أنا عندي صداع، بس أكثر شيء خايف منه التبول اللا إرادي. But this is a clear concern for the patient. صح هو جاب صداع، بس أكثر شيء مقلق البيشنت اللي هو urinary incontinence. ف this is a clear point. ممكن أنت خلاص هنا تحتاج تحول على اليورولوجي، وممكن أنك تبدأ العلاج الآن من البداية. Ideas, concerns, expectations. طيب هذه الأعراض اللي عندك، إحنا تشخيصنا الشيء المعين، إيش تتوقع إنه راح نسوي لك؟ إيش تتوقع إنه راح نبدأ لك العلاج؟ وبعد ما تخلص you have to conversate with the patient about the investigations, about the management, and take the patient's preference. بعد الهيستوري go to the physical examination, and according to the complaint you have a targeted clinical examination. زي ما قلنا آخر حاجة اللي هو explanation and planning, a closure of the session, summarize the session briefly. دائما أنا بعد ما بخلص العيادة أقول له في ملخص الأشياء اللي جبت فيها، أنت والله عندك صداع من كذا وكذا وكذا، ومع الصداع جاك كذا، وجاك weakness، وبعدها جاك urinary incontinence، وكل الأعراض هذه كانت خلال شهر. في الفحوصات أنا شفت عندك كذا وكذا وكذا وكذا، بالغالب إحنا راح نعملك التحاليل الفحوصات المعينة، وإن شاء الله على أساس ممكن نبدأك على العلاج الفلاني. تسأل البيشنت عندك سؤال أو لا، عنده سؤال تجاوب عليها clearly honestly so the patient can trust you. في الأخير اللي هو thank the patient. Any question؟ طيب can you explain again please how you can differentiate between anesthetic aid secondary to dizziness and cerebellar ablation. طيب dizziness إنه البيشنت يحس إنه الغرفة تدور أو إنه هو يدور حوالين نفسه، فالdizziness it's يعني حسها في راسه. طيب يعني بالعربي حسها في راسه، you feel dizzy. أنت الآن لما تكون سادح على ظهرك فجأة تقوم تحس بدوخة. الدوخة هذه أنت لما تكون عندك دوخة ما تقدر تمشي طبيعي، يعني أنت لما تكون عندك دوخة الاتزان عندك أثناء المشي يكون صعب، والصعب مو مشكلة إنه عندك مثلاً سيربيلر وسبانا كورد ليج، ما عندك جيت إنستابيليتي أصلاً كلير. It's related to the dizziness. أنت مدوخ فما أنت قادر تمشي أصلاً. لكن الكلير and steady gait اللي إحنا نعني فيها مثلاً سيربيلر أو بوسير أو كولوم مثل سبانا كورد ليجن، البيشنت وهو يمشي ما يحس بدوخة، راسه ما في شيء، عشان المشكلة عنده اللي هو الاتزان. يعني مثلاً هو يمشي مثلاً يميل على جهة يمين، مثلاً عنده راس يميل على جهة يمين، يميل على جهة يسار، لما يكون سادح يبغى يجلس ما يقدر، لازم مثلاً يمسك بيده على الكرسي وبعدين يجلس. لما مثلا يستخدم الأشياء في يده يبغى مثلا يمسك العلبة يمسك الباب، يجد صعوبة حتى أنه يوصل لها، يكون في عدم اتزان، بعدين مثلا يمسك الشيء اللي يبغى يمسك، مثلا العلبة يمسك الباب. فكلير هذا اسمها ديسيمتريا rather than dizziness. كلير طيب إن شاء الله بنتكلم عن main three topics or three important chief complaint for history اللي هو most common غالبا يعني نشوفه. بنتكلم عن الهيدك إن شاء الله، الويكنس والسيجر.
طبعاً headache is the most common complaint treated by the neurologists and encountered in the neurology departments. And the most common complaint treated by the seventh most common complaint treated by the primary care physicians. It's present in about 93% of male patients and more almost 99% of women. طبعاً for the headache we have either a primary or a secondary headache. Secondary headache is usually secondary to underlying etiology, either local or systemic. طبعاً for the initial evaluation of headache we should take a proper history, proper examination, including musculoskeletal and neurological examination. And important point is to highlight on the red flags that may indicate an underlying secondary cause of the headache. طبعاً في الهيدك البيرسونال هيستوري زي ما قلنا في البداية اللي هو الايج الجندر الاكيبيشن، وهذا مهم في الهيدك لأنه الايج يختلف عندنا. مثلاً young age 20 to 30 الهيدك تايبس والانست of headache in this age group is different. إنه والله واحد يجي new onset headache after the age of 50، فafter the age of 50 this is a red is alarm red flag. We need to figure out the secondary cause of headache. لكن لما يجينا واحد عمره 30 عنده عمره 40 expected to have primary headache rather than secondary headache زي migraine retention whatever. Gender هذا برضو make a difference. مثلا cluster is more common in male patient. Migraine is more common in female patient. Incubation is it a stressful work or not? هل البيشن تحت السرس في العمل اللي يشتغل فيه أو لا؟ Can this exacerbate the headache? Can this cause the headache? And can the headache interfere with the patient activities and cause limitation in his work or not? Chief complaint اللي هو الهيدك, we have to analyze it. طبعاً الهيدك we analyze it by Socrates, الاختصار اللي قلنا. We have to know, is it a unilateral or a bilateral? Unilateral, مثلا زي المايجرين headache, زي الكلاسر أو سمى trigeminal cephalgias types of headache. Bilateral headache, مثلا زي عندنا tension headache, any other secondary cause of headache. Bilateral, temporal, هل هو occipital, هل هو frontal, is it a holocephalic or just مثلا retro orbital or occipital. This is regarding the site. Because each one has a differential diagnosis and has proper management. Onset, is it of sudden within seconds or gradually? Then the حاجة اسمها thunderclap headache. Thunderclap headache, this is described by the patient as the worst headache in his life and usually begin suddenly without any previous alarming features. Or it's just a gradually progressive headache, مثلا over 1 week, over 1 month. The character of the headache, is it of tension type headache? تسأل البيشنت, تحس انه في زي شيء ضاغط على راسك, تحس انه كأنه في ربطة مربوطة على راسك ولا. This is how to ask about tension type headache. Throbbing or pulsatile headache, تقول له والله زي الشيء اللي ينبض او لا. Stabbing زي السكاكين, تحسها كأنك واحد يطعن في راسك او لا. Electrical sensation زي مثلا patient اللي عندهم trigeminal neuralgia زي الكهرباء تحسها في وجهك في راسك تروح وتجي أو لا. For the duration it's very important also in the differential diagnosis, is it just for seconds or lasts for minutes, lasts for hours, and some headaches also last for days. For the frequency and timing يعني تسألوا عند headache unilateral gradually onset over 1 month, it's throbbing or pulsatile like, it's last for 4 hours per day. نسأله كم يجي مثلا في اليوم, والله يقول لي مثلا أنا يجيني مرة واحدة في اليوم, يروح يجيني مرة كل أسبوع, يجيني مرتين مثلا كل أسبوع, يجيني مرة في الشهر, يجيني مرة كل سنة. This is make a difference.
سيفيريتي هذه في الريتنج في السيفيريتي سكيل فروم 0 تو 10. هنا كيف تسأل عنها؟ تقول مثلا كم تعطيها من 10، من 0 إلى 10؟ 0 ما عندك ولا ألم تماما، 10 ألم لا يطاق ومستحيل تنام منه وتقعد تصحي. فهنا توضح أنه very severe headache is of 10 and no or mild headache is of 0. فمثلا يقول لك والله أعطي الهيدك 5 من 10 6 من 10. كان بعضهم يقول لك يعني while taking the history you know يعني the headache severity almost مثلا 3 or 4 it's not that severe. يقول لك كم تعطيها من 0 إلى 10؟ يقول لك أعطيها 10. هنا لا، أنت you have to clarify، قول له لو أنت مثلا 10 بتقعد تصيح عندي، مستحيل أنك بتقعد جالس، مستحيل أنك بتتحمل الألم. فيقدر مثلا خلاص هو يكون فاهم السؤال أصلا إيش تعني أنت من 0 إلى 10، يقدر يعطيك مثلا جيت مناسب. مثلا يقول لك لا والله أنا أعطيه 5. radiation does مثلا بعض الهيديك هذيك يسمى اوكسيديتال نيرالجيا، يبدا مثلا في الاوكسيديتال ريجن then transfer to the frontal area، ومثلا يبدا tension type in the neck then go to the frontal part of the head. aggravating or relieving factors or triggers does the headache مثلا يفرق لما تكون جالس، لما يفرق لما تكون جالس عن لما تكون منسدح على ظهرك أو لا. Is it positional or not؟ هل لما تأخذ مسكنات يهدى معه العلاج أو لا؟ لما تكون مرتاح يخف الصداع ولا يبقى مستمر؟ طيب لما يكون الصداع يخف لما تكون مرتاح هل يزيد مع الحركة أو لا؟ هل الصداع يمنعك أصلا مع الحركة أو لا؟ مثلا البيشنت اللي عندهم مايجرين يقول لك انه لما يجيني صداع انا ما اقدر اسوي اي حاجه، لازم انسدح، اقفل النور، اكون في مكان مظلم وانام الى ما يخف الصداع واقدر اتكلم. فهنا indicates انه في more severe headache with limitation in physical activity. So it's increased by movements and relieved by rest. Related to certain food مثلا with the cheese. Coffee intake in case of migraine headache, and does the headache related to menstruation? Then patient اللي عندهم migraine during the menstrual cycle they have more severe headache and more frequent headache too. So this is give a clue to the diagnosis. Association. طيب الأورا كيف نسأل عن الأورا؟ نقول له مثلا قبل الصداع هل تحس إنه في تغير في النظر؟ هل تحس إنه في تنميل؟ في تغير في الكلام؟ في ضعف؟ يقول لك والله إنه قبل الصداع يجيني دائما هباشة في النظر أو أشوف زي الخطوط جنب بعض. بعدها بخمس ساعات، بعدها بست ساعات يجيني الصداع. This is in the case مثلاً إنه عنده migraine with aura. عندنا أشياء إنه تكون migraine without aura. يعني مو لازم كل migraine يكون معهم aura. برضه مو لازم كل المايجرين يكون على العادة. 50% of migraine headache has bilateral onset headache. It's not unilateral. And about 25% of migraine headache occur without aura. Does the headache is associated also with fever? Fever give a clue about the infectious causes. مثلا عنده meningitis أو عنده أصلا systemic illness other than meningitis. Nausea, vomiting, مثلا مع البيشنت اللي عندهم migraine or indicates space occupying lesion. Space occupying lesion mean any lesion within the brain parenchyma, مثلا عنده brain tumor, عنده metastasis, whatever. Or مثلا patient with meningitis. Mean these three can cause nausea, vomiting, and blurred vision. Focal neurological deficits. Does the patient with headache has مثلا lower limb weakness, upper limb weakness? هذه مثلا تقول لي والله انه مثلا عنده هيمبليجيك مايجرين احتمال، او احتمال انه يكون عنده سبيسيك بايجريجن، عنده برين تيومر كوزينج هيديك اند كوز رايت ابر اور لور ويكنس. سو ذس از ان امبورتنت ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي اللي هو تكلم عنه قبل شوي. اني كويستشن هير؟ طيب نروح على الريد فلاكس. ريد فلاكس فور ذا هيديك طبعا فيه ابريفيشن اسمه سنوب. طيب
This is important in any patient. In any patient with headache, you have to ask about these things. فاختصار هالسنوب سنوب 4 اللي هو systemic signs and symptoms that may predispose the patient to secondary headache. مثلا البيشنت هل عنده systemic symptoms, عنده fever, عنده نزول في الوزن, هل هو عنده نقص في المناعة, هل يأخذ أدوية مثبطة للمناعة. So in this مثلا ممكن يكون عنده CNS infection in patient with HIV, مثلا يكون عنده toxoplasmosis, عنده weight loss, عنده headache, مثلا يكون عنده brain metastasis, أو يكون عنده primary brain tumor. Does the patient has fever, may indicate the patient is having meningitis or whatever. Neurological finding and examination including papillary edema, or this is mainly indicates specific buying lesion. This is regarding the S and N and the 2O, 2O onset, new onset of headache in patient more than 50 years of age or younger than 5 years of age. O الثاني اللي هو the onset of headache, is it of sudden, abrupt, such as thunderclap headache. Thunderclap headache معناه to abrupt onset of headache reach the maximum intensity in less than 1 minute. Patient describe it as the worst headache in his life. Al P and then 4 P's. أول واحد اللي هو postural headache. Positional features that either worsen or improve with movement from supine to upright position. مثلاً البيشنت اللي يقول لك عنده الصداع يزيد لما يكون سادح على ظهره, ولما يجلس أو يوقف الصداع يخف أو يختفي تماماً. فلما يكون سادح على ظهره فعندنا increase in venous return. فانكريز الهاي اي سي بي فانديكيت انه عنده هاي اي سي بي. لما يوقف خلاص الفينس ريتيرن يقل, الانتركرينال بريشر راح يقل, فالصداع راح يقل معه. العكس اللي يكون عندهم انتركرينال هاي بوتنشن, مثلا يكون عنده سي اس اف ليك من السبانيال كورد, فهذا كل ما يوقف فيه يكون فيه سي اس اف ليك فيكون عنده الصداع. لما ينسدح على ظهره يقول لك لا والله انا ما انسدح على ظهري, الصداع يختفي تماما. فذيس از بوزيشنال هيديك ودفر بين مثلا هاي اي سي بي اور لو اي سي بي. بريسيبيتيشن اوف ذا هيديك وذ فالزافا, مثلا وذ فالزافا اكزرشن وذ كافينج سنيزنج بيندينج ستينينج اور واتيفر, ذيس از اولسو انديكيتس ان هاي اي سي بي. Progression of headache from particular pattern of frequency to more frequently occurring and refractory pattern. صار كان الصداع يجي مرة في الشهر, مرة كل شهرين. الآن صار الصداع له مستمر يومياً أو two times per week or whatever. صار more frequent. We need to investigate for secondary causes. Pregnancy or postpartum. Pregnancy or postpartum headache. أيوة أبو واحد يجاوبني ليش ال headache in pregnancy or postpartum is alarming. ليش أنا خصصناها خليناها pregnancy or postpartum? What is the most important differential in this in such cases? Excellent. It's cerebral venous thrombosis. لأنه pregnancy or postpartum يعتبر hypercoagulable state. The most patient during female patient during pregnancy or postpartum period present with severe headache, and usually يكون معهم seizure, new onset seizure, new onset focal neurological deficits, diplopia. And the most important thing to rule out in such cases is the cerebral venous thrombosis. فدائما هذول patient سوي لهم CT venography. يعطيكم العافية. طيب analysis of the complaint احنا مرهن عليها زي ما قلنا الساعات unilateral usually with migraine usually in the side either temporal front or back cluster usually cluster headache يقول لك انه retro orbital or around the eyes والcluster headache usually lacerating والpatient يعني keep moving around very severe pain and very rapid on onset rather than مثلا tension migraine. فالكلاستر مثلا يجي على طول within minutes يبقى مثلا 15 minutes يكون very lacerating, the patient is moving around بس كأن في سكين يدخل عينه يعني بالعربي. Trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia feeling of electrical sensation usually typically involved the first division trigeminal and about the around the ophthalmic divisions.
of the trigeminal nerve, and most of the time it's trigeminal. And the trigeminal neuralgia is unilateral rather than bilateral. Bilateral or diffuse headache, pan-insomnia, holocephalic headache, and most common differentials, مثلا يشوف بان عنده tension type headache, meningeal pain with meningitis or secondary causes of headache. For the onset, ما قلنا اللي هو sudden onset or gradual chronic headache. The character of the headache, مثل migraine, usually pulsatile, throbbing in nature, usually moderate to severe migraine. Cluster usually more severe, deep, continuous, explosive. The patient is moving around, feeling as a stab in his eyes. Tension type headache usually feeling of tightness or pressure over the head. And usually the tension type headache is mild to moderate, not moderate to severe. Trigeminal neuralgia usually severe, brief, sharp, or electrical shock like or stabbing. هذا تروح تجي. مثلا نقول لك انه تجي زي اللسعة في وجهه مثلا في الجهة اليمين تبقى ثواني وتروح وتكون عنده متكررة مثلا تجي 20 مرة في اليوم 30 مرة في اليوم. لكن المايجرين is it unilateral, لكن المايجرين يجي مرة في اليوم لما يجي يقعد مثلا 4 ساعات 12 ساعة وفي في الكراتيريا up to 72 hours. Associated symptoms مثلا tension type headache مع مثلا neck pain, neck stiffness, nausea or vomiting, usually في الكراتيريا for tension either nausea or vomiting, and this is usually occur in the chronic type tension type headache, not the acute. Photophobia or photophobia may present in criteria for diagnosis of tension type headache. The patient can have either photophobia or phonophobia, but not have both photophobia and phonophobia. So one of them can present in tension headache. Nausea, vomiting, mild tension. بالغالب إنه لما يكون عنده chronic tension type headache rather than recurrent or acute tension type headache. Cluster headache اللي يميزه اللي هو كان عنده unilateral conjunctiva يسمى autonomic symptoms. Cluster headache هذا part of حاجة اسمها trigeminal cephalgias. Trigeminal cephalgias معناته من اسمها trigeminal nerve. Along the distribution of the trigeminal nerve, for usually unilateral ophthalmic region mainly, وبعضهم يكون in the mandibular or maxillary region. Trigeminal autonomic cephalgias. Autonomic معناته عندي autonomic manifestations. Autonomic symptoms مثلا conjunctival injection, lacrimation, partial Horner, condymentosis, meiosis, rhinorrhea, nasal congestion, and whatever. وسيفالجياز اللي هو من الهدف فاسمها trigeminal autonomic cephalgias along the distribution of trigeminal nerve associated with autonomic features and usually severe headache. وفي other types طبعا منها واحد اللي هو الكلاستر هيديك اللي هو most common and most common in male. Migraine طبعا either associated nausea and vomiting or one of them, photophobia and phonophobia. Aura, طبعا عندنا visual aura, sensory aura, عندنا برضو motor aura. والmost common اللي هو visual aura يكون يقول لك zigzag like scintillating scotoma. GI disorder, لأن بعضهم يكون عندهم cyclic migraine. Cyclic migraine أحيانا يسموهم kind of abdominal migraine. لكن هذه cyclic migraine usually start in the childhood age, يكون عند recurrent abdominal pain. يقول لك والله راح كل الجي اي كلينكس did not investigated later on لما كبر صار عمره 15 صار عمره 20 سنه صار يجي migraine feature. ف this is indicates انه كان عنده والله abdominal pain related to migraine. Blur vision, eye pain, photophobia كلام عن giant cell arthritis. يعني تسأل مثلا patient عنده fever, weight loss, jaw claudications. طبعا الفيتشرز اللي give clue to the giant cell arthritis usually elderly more than 50 years, unilateral headache associated with visual disturbance associated with GO claudication. Neurological disorders indicate مثلا high ICP or specific bang lesion associated with vomiting, وغالبا في high ICP يكون عندهم projectile vomiting. Cerebral hemorrhage or whatever, subarachnoid hemorrhage, usually acute onset thunderclap, headache, يكون معها stiffness of the neck, اللي هو resembling meningitis. If you have sudden onset headache,
last for a minute, then improved gradually, associated مثلاً مع visual change and meningeal sign without the absence of fever. Sinus infection or meningitis usually come photophobia, nausea, vomiting, fever, photophobia, phonophobia, or nickel stiffness. طبعا duration migraine usually 4 to 72 hours. Cluster headache usually 15 to 3 hours. Tension type headache usually lasts for 30 minutes to 7 days. Aggravating factors. والله هل الصداع أنه يزيد مع الحركة, يزيد مع certain type of food مثلا chocolate, cheese اللي تيجي مع المايغرين. Cluster طبعا يعني known to be aggravated by alcohol, coughing or sneezing مع high ICP or stress. يجون مع الستريس most of the time اللي يكون tension type headache واللي بعد يكون المايغرين. Relating factors ما تكلمنا عنها, past history, هل عنده similar past history with a similar condition, medication use, head trauma, chronic medication use مثلا عنده hypertension, diabetes or whatever, and important your family history. Most of cases مثلا of migraine عندهم family history. صبر كنود هيمرج ليش جبناها في family history, إنه the most common cause يعني of صبر كنود هيمرج is aneurysm rupture. The aneurysm itself can be familial, can be genetic. So give a clause about the genetic causes of aneurysm and rupture and that cause صبر كنود هيمرج and severe headache. طيب هنا خلصنا اللي هديك, أنا ما حبيت أطول فيها كثير. فأي any question؟ طيب الليمب ويكنس, this is another common neurological complaint, يعني يمكن أكثر شيء بعد الهيديك يجينا الويكنس. طيب for the weakness, the most important in analyzing the weakness complaint is to know is it a true weakness or something else. لأنه بعض المرضى يكون مثلا عندهم generalized fatigue, عنده كشيكسية, عنده أنيميا, عنده مثلاً heart failure. Patient is generalizedly fatigued, overall fatigue, cannot move. This patient will not see I'm fatigued, will see I'm weak. Your job is to understand and to clarify, is it a clear weakness or just weakness mimicker or something else? Many patients who complain of weakness are not objectively weak when the muscle power is formally tested. يعني مو معقول انه الواحد يجي يمشي اصلا العياده ويتحرك حرك يدينه فوق لما تسوي الاكزامينشن تحصلها مثلا 3/5 cannot work. So وخصوصا انه مثلا تكون in all limbs proximal and distal or asymmetrical. So this is not weakness, this is we can say it's fatigue and mainly secondary to another systemic disease or systemic illness. So careful history and examination is important. مثلا patient عنده right lower limb weakness, ولكن الweakness الأساسي بسبب إنه عنده joint pain, عنده limitation of the movement at the joint at the knee joint. So he feel weak because he cannot move his limb because of the joint pain. لكن as a power, as a neurological system is intact. So this is not a true weakness. This is weakness secondary to joint pain or due to causing a limitation at the joint site.
زي ما قلنا مثلا البيشنت اللي عندهم كاردياك مثلا عنده هارت فيلير عنده بلورال فيوجن واتيفر والاكسبيرينس بوربتايت بين فتيك اند ويكنس. لكن البيشنت اللي عنده ترو مصل ويكنس يجي لتبكلي كومبلين ذات ذي ار ان ايبل تو بيرفورم سبيسيفيك تاسك such as climbing the stairs, combing hair, or that they have feeling of heaviness or stiffness. So during taking history in patient with weakness, we need to know or point or targeted our question regarding the site of the lesion. So the most important step after history and physical examination is localization. So you can have weakness if you have a lesion or if the patient have a lesion in any area of this. So either cerebral cortex, subcortex, the brain stem, spinal cord, and the near throat, peripheral nerve, neuromuscular junction, or the muscle. But each one has its own causes, and each one has its own symptoms and manifestation in physical examination. So proper history, proper examination is important. وما نقدر نحصر إنه مثلاً notation of weakness for all of this. So just a general term during taking history for weakness. So generally, we start with the personal history as usual, analyzing the chip complaint of the patient. We need to know the site. Is it an upper limb or lower limb? Is it unilateral or bilateral? Is it distal or proximal? مثلاً, the patient عنده right upper limb weakness. طيب, هل هي distally or proximally? هل هي مثلاً at the level of the shoulder ولا at the level of the elbow and hand? كيف نسأل عنها؟ قول له والله المريض انت عندك الضعف في الجهه اليمين. طيب هل عندك صعوبه انك ترفع فوق كتفك؟ هل عندك صعوبه انك تحط الاغراض فوق الدولاب مرتفعين؟ هل تجي صعوبه انك تحط الاغراض فوق في الدولاب؟ هل عندك صعوبه انك مثلا تمشط شعرك وترفع يدك فوق راسك؟ فديس ان ذا كيس بروكسيمال ويكنس. ديستر ويكنس نقول والله مثلا هل عندك صعوبه انك تفتح قارورة الموية، تمسك جوالك، تسوق، تستخدم يدك اليمين بشكل يعني زي السابق أو لا. فthis is indicates the patient is having distal weakness. And اللي قلناها في السابق indicates the patient has proximal weakness. فما ما البيشنت ما يعرفون إن والله هو عنده distal proximal, but we have to clarify to know is it distal or proximal. The onset of weakness, is it of sudden weakness or gradual? Sudden onset weakness, this is indicates vascular cause and tibrofen otherwise. The patient will have sudden onset weakness over 3 minutes, over 5 minutes, unfortunately the right upper and lower limbs. Most important to roll out in such cases, مثلا stroke. لكن patient قال لك لا والله انه كان عنده weakness بدأت في البيج تو. بعد بأسبوع صارت reporting the right feet. بعدها بأسبوع يعني ascend gradually to involve the knee, then the hip. So this is gradual onset weakness rather than يعني will give a clue to other differential diagnosis other than swelling. مثلا عنده myopathy, peripheral neuropathy, demyelinating disease or what. So the onset is important. Duration. Does these symptoms any for how long? For hours? And والله عنده weakness in ساعتين. We need to act fast. مثلا in case of stroke. Duration لا والله هذه لها 5 أيام, لها 7 أيام, أو لها شهر, لها سنة. But this is indicates a different etiology. And the patient اللي عنده weakness for 1 year يختلف عن patient اللي عنده weakness for 1 week. For of course, يعني investigations or etiology differential diagnosis is different between them. The character of the weakness, يعني is it a constant? والله من يوم ما جاك الضعف. هل تحسن الضعف ولا لا؟ قال لك ما تحسن. طيب هل لما جاك الضعف بنفس المستوى ما تغير؟ ما صار أسوأ؟ طيب قال لك لا, معناته هنا الweakness is constant.
بعضهم يكون عندهم progressive weakness مثلاً كان يقدر عنده اتلاور weakness بس كان يقدر يمشي with limitation. الآن بعدها بشهر صار لا لازم يسحب رجله لازم أحد يساعده ويمشي. بعدها بشهر صار يستخدم ركازة. بعدها بسنة صار يستخدم الويلشير. So this isn't just a progressive weakness. Is it intermittent؟ أنا أو مثلا نقول إنها فيها recurrence. مثلا عند right lower limb weakness for one week then resolves completely. بعدها بسنة جاء left upper limb weakness. بعدها اختفت تماما. Differential هنا مثلا most common to cause this is multiple sclerosis. وفي أشياء اسمها mononeuritis multiplex. Associated symptoms. Associated symptoms you go through the neurological symptoms اللي احنا شرحنا اول اللي هو 6 component higher function symptoms cranial nerve motor sensory disequilibrium and others and you of course you go with aggravating factors مثلا patient with multiple sclerosis does this weakness aggravated when exposed to hot weather take a hot shower bending the knee downward or not. فغالبا هذه أهم الأشياء في analysis of the weakness. Of course you need to go to the systemic review, it's important. مثلا patient daily fatigue and weakness that increase with heat and humidity زي ما قلنا مع MS. Important to rule out connective tissue disease, myopathies, مثلا patient rash, joint pain, oral ulcer, genital ulcer, dry mouth, مثلا in cases of Sjogren disease, Behçet disease, and can present when the demyelinating diseases or neurological deficit mimicking multiple sclerosis. Fever, مثلا كان chronic infection, طيب, إيش الفيفر أو الانفكشن اللي can cause weakness. مثلاً الميلوباثي عنده transfers myelitis patient has CNS infection مثلاً patient immunocompromised عنده toxoplasmosis basic buying lesion so this is an infectious etiologies causing a weakness patient عنده muscle pain muscle tenderness indicates the patient is having mostly myopathy or myositis neck pain and most important in elderly patient to ask about the neck pain, bowel and bladder dysfunction that indicates myelopathy and compressive myelopathy mainly. Vomiting with the area, مثلا زي البوتيليزم. البوتيليزم غالبا يكون young age or young, مثلا take a cane, مثلا من المعلبات. دائما انه بعد ما يأكل أكل معلب بعدها فترة مثلا يجي نوزي فومتينج بلومال بين then they have descending weakness يبدأ مثلا يكون عنده ديبلوبيا بعدين يكون عنده ديسفاجيا احنا نسميها بلبر سيمتومز ديسفاجيا ديسارثريا change in the voice بعد يكون upper limb weakness then descend down to the lower limbs هذا عكس مثلا الجي بي اس اللي يبدأ from the lower limbs then ascend proximally shortness of breath indicates another causes, مثلا it's not true weakness, مثلا fatigue, it's not a weakness, heart failure, anemia, and whatever. We can go through the all of the system to ask only the important point. We can go through the past medical history, cancer, especially elderly patient. So is it due to cancer with metastasis or due to cachexia and nutrition deficiency that causing him to be weak? Does the patient has history of a stroke or have risk factors of stroke, hypertension, atrial fibrillation, atherosclerotic disease, and present with weakness, sudden onset of weakness? So let me give a clue to that. The most probable cause of weakness is cerebrovascular accidents or stroke. Medication history, family history is also important, mainly the hereditary disorder, hereditary muscular diseases, metabolic myopathies, family history of autoimmune disease, or rheumatological diseases, family history of demyelinating diseases, or whatever. So in weakness, mainly you have to ask about each item
specifically because يعني حتى ممكن family history will give a clue and will differ in the differential diagnosis. Social history also are important. طيب any question؟ لأنه باقي معنا السيجر وخلاص بيكون عندنا بس quick clinical cases we'll go through then we can finish the session. What is the concept of the weakness from the patient's view؟ يعني إيش ممكن يقول لي حاجة على فهمها؟ طبعاً الـ patient لما يقول إنه مثلاً جايب فتيق هو عنده أصلاً فتيق بس إنه يقول إنه أنا عندي ضعف. إحنا زي ما قلنا إحنا عرب فأصلاً كلهجة أو كمنطق ما راح يقول إنه أنا عندي وهن. بالغالب إحنا نسأل المريض هل تحس إنه عندك وهن أصلاً ولا تحس إنه عندك ضعف؟ لا هنا أصلاً يبدأ يركز في الكلمة يقول لا والله إنه عندي وهن ما عندي ضعف. weakness أقدر أقول إنه هل جسمك كامل تحسه ضعيف ومنهك ما تقدر تتحرك ولا جزء واحد فقط من الجسم انه تحس انه ضعيف مثلا بس رجلك اليمين بس يدك اليسار ولا الجسم كامل وتساله مثلا هل عندك انيميا عندك فقدان للشهيه عندك any other systemic manifestations that indicates this is اصلا fatigue not a true weakness For the pain, the weakness can associated with pain in case of myositis. What does mean myositis? It's an inflammation within the muscle. For any inflammation, you will have a pain. For usually, the patients who have inflammatory myopathy, مثل إيش زي dermatomyositis, inclusion body myositis, bully myositis, يكون عندهم مثلا proximal muscle weakness, يكون عندهم muscle pain. لأن عندهم أصلا myositis, عندهم inflammation within the muscle. So they will have him. Clear, inshallah. طيب عندنا آخر موضوع نتكلم عنه اللي هو السيجر. For the seizure, إحنا نقدر نقول our abnormal movement. And the patient will complain of abnormal movement rather than seizure. بس أنا كتبتها seizure just يعني to make it more broad and more understandable. So for a seizure per se or abnormal movement, we need to take a careful history from both from the patient and witness. I highlight the witness because it is the most important one during taking a history of seizure. Because the patient with seizure, usually most of the patient has impaired awareness, so the patient will be not aware about the event. Also, there is what's called an epileptic seizure. So the witness can give you more information rather than the patient. So witness is important during taking history of seizure. بعد ما ناخذ history for patient with seizure we need to answer some question is this a seizure or just an epileptic event or seizure mimicker مثلا patient عندهم syncope عندهم psychiatric disorder causing an epileptic seizure give a clue this is a seizure okay is it unprovoked seizure or provoked seizure unprovoked so it means there is no provoking factors there is no underlying pathology there is no underlying clear cause of the seizure my patient ما عنده مثلا systemic illness ما عنده infection ما عنده specifying lesions ما عنده stroke whatever the seizure occurs all of a sudden without any associated symptoms so this is go with unprovoked seizure لكن عنده مثلا provoked or acute symptomatic seizure عنده head trauma عنده brain tumor عنده والله systemic infection عنده electrolyte disturbance causing seizure so this is a provoked or acute symptomatic seizure
So taking history is important to differentiate between all of them, because the diagnosis and the management will differ afterward. If this is an unprovoked seizure, does this person have epilepsy or not? And we have to know what is epilepsy definitions. And if this is epilepsy, what type of epilepsy and what medications and what management does this patient need? Important during taking history for patients with seizure. First thing to know, the age of onset of seizure. Is it at young age? مثل patient اللي عندهم seizure onset at 3 years, ولا مثلا during 18 months of age, it's very young, ولا patient بعد ما seizure عمره 30, بعد ما seizure عمره 60, يختلف etiologies, يختلف مثلا في young age ممكن نقول انه والله عنده genetic, some sort of genetic causes of seizure or epilepsy. هذا نسميه epilepsy syndrome. لكن البيشنت اللي عنده سيجر عمره 60 لا هنا يفرق. I need to look for specific brain lesion. I need to do مثلا CT brain. I need to investigate for systemic illness. Semiology. طيب نحن دائما نسمع انه يقولون pre-ectal, ectal and post-ectal. طبعا most important اللي هو ما نقدر نقول pre-ectal. نقول الأورا. بعضهم يسمون pre-ectal أورا ولكن هذا غلط. لأن الأورا is versus الأورا itself is a seizure. Seizure لما تبدأ مثلاً بفير palpitation of normal sensation معناته جاي من focus معين معناته هنا بعد seizure. So aura is a seizure. طيب we have to dissect the semiology by three sublines اللي هو الأورا والإكتل والبوستإكتل status. طيب فالأورا there are different auras and each aura indicates a specific loop of the brain that is affected. مثلاً patient can complain of fear, palpitation, abnormal smelling, abnormal taste, abrasive gastric sensation, visual aura, numbness sensation. يقول لك والله إنه قبل ما تجين نوبة الصلاة أحس بخفقان, أحس بطعم ظريف في الفم, بس كان عندي يعني مثلا كأن المادة ترتفع لفوق, إحساس غريب في النظر, أحس بتنميل, بعدها بثواني تجيني نوبة الصرع. This is an aura and aura is a seizure. طيب إكتل, الإكتل phase important and most important I want to ask for the إكتل phase is the witness as we mentioned before. For the إكتل you have to ask about is it with impaired or intact awareness. هل أنت لما تجيك نوبة الصرع تحس فيها ولا لا؟ يقول لك لا, أنا أحس مثلا بالخفقان وطعم الغريب فم بعدها ما أذكر ولا شيء لنفسها. طيب معناته هنا indicates that the patient is having impaired awareness, seizure with impaired awareness. Some seizure مثلا في frontal lobe يكون intact awareness. لا والله البيشنت يحس بنفسه, يحس إنه عنده tonic movements or tonic clonic of the left upper limb, يشوفها وحاس فيها. So this is intact awareness and can present مثلا مع frontal lobe seizure. Head turning, هل المريض لما جيه نوبة صرع يلف راسه مثلا على اليمين ويسار. And you have to know the exact direction. مثلا يلفها على اليمين أو يسار, هذه تعطي كلو. مثلا أول ما تبدأ سيجر لفها على اليمين وغير نجاة مثلا راتم برلوب, أو في نهاية السيجر, في نهاية السيجر بعد دقيقة يلف راسه على اليمين وظهر على وراء مثل indicate نجاة من left front lobe. Every semiology have a different location that the seizure has come from. طيب but this is the importance of the taking this patient with seizure to know to localize the site of the lesion. Uprolling of the eyes. تسأل والله هل أصلاً لما يجي نوبة الصرع هل يكون فتح عينه ولا مقفلها؟ لا والله فتح عينه. طيب لما تكون عينه فتح هل يكون عينه شاخص على فوق أو لا؟ هل في فروثي سالايفيشن, في زبد يطلع من فمه, لعاب يطلع من فمه during the seizure or not. Cyanosis يعني تحس إنه وجهه صار مزرق أو لا. هل في عضل اللسان, وغالبا عضل اللسان في السيجر يوجد له flateral not medial.
medial tongue biting, you will go with مثلاً an epileptic seizure. يكون عندهم closed eyes, right to left movement with medial tongue biting rather than lateral tongue biting. Urinary or fecal incontinence. هل لما جينا نوبة الصلاة يكون عنده تبول لا إرادي أو لا؟ chewing or lip smacking, limb posture. مثلاً chewing or lip smacking, you have to يعني show the patient by yourself. أن أنت لازم تحرك لفمك, تعطي الطريقة أو تعطي فيديو إنه هل هذه الحركة في الفم تجيك أو لا, أو تسأل الويتنس هل تجي وتشوفها أنت ولا لا. limb posturing. طيب بعد ما تجي مثلاً البيشنت عنده impaired awareness, head turning to the right, rolling of their eyes, tongue biting. بعده مثلاً عنده tonic posturing, يكون والله يده اليسار متصلبة. طيب مثلاً ثواني وبعدها تكون ترجف. هذا الوصف أصلاً لما يوصل لك المريض. فيindicates مثلاً عنده lift tonic movement of the upper limbs followed by clonic movement. فكان نقدر نقول عنده tonic clonic movement. طيب هل الموفمنت هذه أصلاً ريثميك ولا لا؟ يعني كل الجهتين مثلاً تحرك في نفس الامبليتيود, the same frequency, the same amplitude, ولا تكون irrelevant, يحرك مثلاً يد اليمين بعد يحرك يد اليسار وتكون non-rhythmic movement. لأن السيجر أصلاً rhythmic movement, more of rhythmic, لكن non-epileptic يكون عندهم non-rhythmic movement. The duration. طيب لما تجي نوبة الصرع التونيك كرونيك موفمنت هذه كم تستمر؟ يقول لك والله تستمر دقيقة, تستمر 30 ثانية, تستمر دقيقتين. فيختلف. لو قال لي والله أنه تستمر 5 دقائق 6 دقائق مثلا, والله the case the patient is went into status epilepticus. طيب ف we need to dissect each item and ictal part carefully to know the localization of the seizure and to know is it a true seizure or something else. Both actually confusion had the common confusion, fatigue, sleep, and the patient مثلا بعد نوبة الصرع يكون مرهق, يكون غير واعي أو ينام. طيب نحتاج نعرف هل مثلا يكون غير واعي لمدة ساعة, 15 دقيقة, ساعتين, فنقدر نفرق فيها مثلاً البيشنت خصوصاً بوسكتل ستزت اميرجنت ولا something else we can wait for. طيب so this is regarding the similarity of the seizure. We have to ask about the frequency, how frequent per day. تجي والله مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في السنة, فيفرق. And البيشنت يكون عنده more frequent seizure have different management than the patient that have only one seizure per year. أو إنه جت أول نوبة صرع قبل سنة وثلاث سنوات كان seizure free. طيب triggers, what are the common triggers of the seizure? Usually medication non-compliance or missing anti-seizure medications, either for patient who has known case of seizure or epilepsy and his anti-seizure medications. بعضه you have to ask carefully إذا هو نون كيز اوف ابيليبسي. انت علاجاتك هل تاخذها ولا لا؟ يقول لك ايوه انا اخذها. طيب هل تاخذها بانتظام او لا؟ يقول لك انا منتظم عليها. كلمه انا منتظم عليها برضه احيانا تكون فيك ما يفهمها او ما يعطيك مره كلير كلو. تقول له طيب هل الساعه كم تاخذها؟ والله اخذها مثلا عندي مثلا كبرى اخذها 1500 مرتين في اليوم. تاخذها الساعه كم؟ المفروض اني اخذ مثلا الساعه 9 في الليل 9 الصباح مثلا, يقول لك انا اخذها الساعه 3 العصر واخذها 9 في الليل. معناته البيشنت از نون كومبلينس, ياخذها انا فيرست دوز ياخرها بست ساعات. او انه مثلا انا اخذ الميديكيشنز بس تحصل انه يفوت مثلا ايام, اليوم هذا اخذ جرعه واحده, اليوم اللي بعده ما اخذ ولا شيء, اليوم اللي بعده اخذ الجرعتين صح, اليوم اللي بعده فوت. ف this is indication of medication non-compliance. febrile illness, غالبا الفيفر decrease the seizure threshold. what does this mean? انه البيشنت اللي عندهم لو اخذنا 2 patients with epilepsy, this patient has one patient is having fever and patient B have no fever, no febrile illness. So patient A that have febrile illness liable to have more frequent seizure than the patient without
في الرائع الأمس. فحتى البيشت اللي عندهم الإبليبسي لما يكون يجيهم مثلا سور ثروت، يجيهم UTI، نيومونيا، they will have more frequent seizure as I told you because the fever will indicate the seizure patient. Risk factors for the seizure عشان نعرف والله مثلا البيشت عنده traumatic cause، عنده lesional cause، structural cause، genetic cause، metabolic, infectious cause of the seizure. فمثلا we have to ask about the, since the pregnancy, was it a full term or preterm pregnancy? Is there any complication during the pregnancy? مثلا بيش الأم كان عندها infection اللي هو تذكرونها اللي هو اسمها torch infection. كان عندها infection في برال إنس during the pregnancy or not. Complication during the delivery. نسأل والله هل كانت الولادة طبيعية ولا؟ أو كانت قيصرية. طيب أثناء الولادة هل كان في مضاعفات أو كانت ولادة متيسرة؟ بعد الولادة هل دخل ICU؟ دخل ICU. طيب ليش دخل ICU؟ نسأل family history of seizure. هل أحد في العائلة عنده seizure؟ indicates مثلا أنه في genetic cause of seizure. History of a trauma, CNS infection, history of a seizure in childhood also are important. طيب أنا aware events this is يعني very important to ask. ليش؟ لأنه أحيانا إنه البيشنت يجيك first onset seizure و inform مثلا generalized tonic-clonic seizure. لما تيجي أحيانا يكون عنده مثلا a cloth or some sort of myoclonic seizure or absence seizure. الابسنس سيجر يكون عنده مثلا السيرنج سبلوز لاست 4 سكندز وبعدها بعدها تختفي. فالبيشنت يكون نت اوير اوسو ذا سراوندينج ويل بي نت اوير فممكن ما حد يهتم فيها. فليتر اون لما يكون الليجن يتوسع اور سيجر الكتريك اكتيفيتي انفولف مور بارت اوف ذا مثلا اوف ذا كورتكس يبدا يكون عنده والله مور مانيفيستيشن يبدا مثلا يكون عنده تونيك كلونيك سيجر. ف indicates أصلاً إن البيشنت كان عنده أصلاً سيجر من الأول بس ما كان منتبه لها واللي حول ما كان معين فيها. فنسأل إنه هل يعني نسأل الويتنس هل لاحظت منكم لما تتكلمون مع المريض إنه أحياناً يسرح يقعد مثلاً ثواني كذا بعدين يرجع يتكلم معكم أو لا. indicate this is starting spells indicate the patient is having also absent seizure. myoclonus هل إنه لاحظت مع المريض إنه يحرك يده لا إرادياً كذا فجأة كأنها لسعة كهرباء يحرك رجله لا إرادياً أو لا. wetting the bed during sleep ما يعني some seizure first onset seizure occur during sleep. فالpatient يكون unaware about it بس لما يقوم مثلاً يكون في wetting of the bed يعني كان عنده urinary incontinence والpatient في يعني muscle fatigue tiredness. In the case that he may have a seizure event while asleep. If you did not ask about this, the patient will not tell you. So you have to ask about everyone specifically. طيب. History of status epilepticus. That's important. And in Wikifer Clodet, if the seizure is severe, does the seizure is a drug-resistant seizure or not? يصير في status epilepticus مع البيشنت ما يعرف status epilepticus بس كيف نسأل عنه؟ نقول له هل جتك نوبة طويلة يعني تستمر مثلا أكثر من 5 دقائق 10 دقائق واللي احتاجت ما صحيت منها اللي في المستشفى احتاجت مثلا تدخل يعني يقول لك إيوه. فهذه indicates أنه that event was status epilepticus. طيب any question؟ طيب why we are care about the duration of both sector symptoms and has لانه بعض البيشنت يكون عندهم prolonged both sector statements for 1 hour 2 hour. لما يجيك مثلا في الاي ار need observation because some patient will not return to baseline. انا احتاج اعرف انه في البيت لما يجيك confusion
متى يرجع لوضع الطبيعي؟ بعد ساعة ولا ساعتين؟ مثلا والله انه في العيادي يقعد ساعة ساعتين بعد يرجع صاصة. جاني في الـ في الـ ER ولا والله البوسكت السيت طول صارت 24 ساعة. ف indicates this is not his usual bosectal confusion, not his usual bosectal symptoms. So I need to know why he is still confused. So I need to investigate more about the case, the cause of confusion. يعني أذكر كان في patient جاب نفس الشيء هذا. جاء الـ ER عشان بس يسوي MRI. Outpatient MRI. Patient ما يعني عنده brain tumor. وجاي وعنده سيجر وعلى ميديكيشن كومبلينت ذا ميديكيشن. جاء الاوت بيشنت يسوي الام ار اي. اثناء الام ار اي جاء سيجر وخش بوسكت الكونفيوجن. فجاء لي ار فور اسسمنت. لما شفنا البيشنت يعني اسسمنت والديوريشن اوف بوسكت الكونفيوجن واز نوت ميتينج هيز بيز لاين. لما سالنا السيتر واز نوت ميتينج هيز بيز لاين of the usual postsectal confusion for him. Finally, the patient had progression of the intracranial mass with significant mass effect to herniation, and he need and he end with decompressive craniotomy in the OR. So that's why postsectal confusion is important. And the duration, actually. Also important in seizure history to know the developmental history. Assess for the genetic inherited epilepsy syndromes. Method patient and intellectual disabilities go with some epilepsy syndrome that usually begin in childhood age. Social history, of course, important. Smoking, drug intoxication. Drug intoxication may cause provoke seizure or secondary causes of seizure. Medication history, we need to know the current anti-seizure medication. لو البيشنت أصلاً من كيس في إبليبسي. هل قد أخذ أدوية مختلفة قبل العلاجات اللي أخذها الآن أو لا؟ ولما أخذها ليش وقفها وليش غيرها؟ We have to ask about the side effect from the medications. Most patients with any, some patients with the epilepsy usually experience side effects of the medications زي اللي نعرفها مع الفالبروبيك أسيد. مثلاً يكون عندهم weight gain في الfemale weight gain, hair loss, عندهم مثلاً tremor. البيشنت اللي مثلاً يأخذ كارومازيبين يكون مثلاً عنده dizziness, diplopia, gait imbalance, whatever. ف most of the patient يكون عندهم medication non-compliance secondary to the medication side effect, مو لأنه هو أصلاً ما يبغى يحافظ على العلاج, لكن because of the side effects of the medication, the patient is not taking it regularly. And at that point, we need to stop the medication and to try another medication. We need to go through the systemic review to mainly and to know or to roll out the secondary causes of seizure or اللي سميها provoking factors for the seizure. Systemic review go through the fever, confusion, cardiovascular. Mathen patient do palpitation, chest pain, shortness of breath. Uja this abnormal movement. It could be a syncope. It could not be a seizure. So we need to look carefully about these symptoms. In other diarrhea, vomiting, oliguria, whatever. Musculoskeletal head injury, trauma. Joint swelling or pain, with indicated patient vasculitis. Vasculitis also can trigger seizure. طيب كده خلصنا ال main three chief complaint for neurological history. Any question? طيب who will take the first case in a volunteer?
طيب تفضل هاتون. You can read the case. طيب السلام عليكم. معلش صوتي واضح ولا؟ واضح. طيب. A 23-year-old female presented to the outpatient clinic for headache evaluation. Okay, so this is a 32 female presented to the OBD for headache evaluation. So it's not the ER, صح? What question you want to ask? Just go systematically and you will know. Okay. حدا في patient ID حسأل عن الأسم والعمر. Ask. مكتوب. Okay. طيب. السلام عليكم، معك هاتون الغيثي. ممكن أسألك عن حالتك اليوم؟ واضح لي أن عمرك 32 وجاي اليوم العيادة عندنا عشان عندك صداع. ممكن أعرف من متى بدأت الأعراض معك؟ قالت لك موافقة. طيب قالت متى لك بدأ الصداع؟ ممتاز. غيره قال لك 3 شهور. طيب هل الصداع بيروح يجي معك ولا مستمر؟ يتكرر يروح يجي. طيب ممكن تقدر توصفي لي الصداع؟ الصداع الضغط. الصداع يجيها في الجهة اليسار بالغالب من الرأس، تحس زي الشيء اللي ينبض. طيب متى يجي خلال اليوم؟ يعني صباح ما يفرق بعد ما تسوي مجهود؟ ما يفرق معها يجيها في الصباح في الليل مجهود أو بدون مجهود، ما يفرق معها، يجيها بأي طيب وقت. هل قبل الصداع مثلاً بتشوفي أشياء معينة أو بتسمعي أصوات معينة؟ بتشوفي مثلاً فلاشات؟ قبل الصداع دائماً يجيني معلش الصوت عندي مو واضح. يجيها الصداع. دكتور معلش ممكن تعيد ايش قلت؟ ما سمعت اخر حاجه. ايوه قبل الصداع يجيها اختلال في النظر، غباء زي الغباش، زي الخطوط اللي تشوفها، زي الفلاشات، وبعدها يستمر معها 5 ساعات وبعدها يجيها الصداع. طيب هل في أعراض ثانية تصاحبك مع الصداع؟ مثل إيش؟ ألم بمكان معين، استفراغ، ألم في البطن، غيرها إيش؟ شعور بالغثيان دائماً، غيرها تتحسسي من الضوء، غيرها ألم في الرقبة، غيرها. ممتاز. طبعاً معها نوزيا، عندها غثيان، استفراغ، وبرضو أنه لما يجيها الصداع تحب أنها تنام في مكان مظلم ومكان هادئ. طيب كيف بيأثر الصداع على حياتك اليومية؟ يعني كم تقدر تعطيه من 10؟ وقلت لك إنه 10 ما أعرف كيف أشرح، حيكون الصداع يخليك تبكي يعني من شدة الألم. طيب الصداع لما يجيها يعني تقدر تقول إنه 9 إلى 10 وما تقدر تتحرك ولا تقدر تسوي شيء إلى نهاية الصداع. طيب هل في حرارة؟ لا. هل هي بتستخدم أي أدوية؟ تستخدم حبوب منع حامل بس. ما أعرف إيش. طيب. ممكن أسأل عن نيوتريشن كمان. ممتاز. الفود صح؟ كمان في أعراض كثير معلش نسيتها. ممتاز. أسأل طيب. إذا تغذيتها كويسة أو لا؟ ممكن يكون عندها أنيميا يعني. لا إحنا نبغى نسأل أكثر شيء إنه هل في أكل معين تأخذه يجي مع صداع أو لا؟ مثلاً تشيز، الكحول إنتيك، سموكينج، كافيين، صح؟ أنت what your أصلاً what you are thinking about يعني this patient is having. ممكن يكون عندها مايجرين بما أنه مستمر معها وعندها اللي هي الأعراض زي الفوتوفوبيا. ممتاز. فإحنا الآن لما عرفنا في البداية إنه البيش شكل عنده مايجرين محتاج إنه dissect the migraine symptoms.
to ask about every migraine symptom. صح ولا لا؟ ممتاز. طيب نروح على اللي بعده. طيب she report اقرأ الكيس. طيب she reported a 3-month history of recurrent headache mainly over the left side, thrombing in nature associated with nausea and vomiting. The headache is ماني عارف أقدر الكلمة preceded usually by blurred vision for 5 hours, lasted for 12 hours and it occurs a few times a month. The headache are exacerbated by loud sound or bright light. She is in graduated school and she has been under a lot of stress recently. She doesn't smoke or drink alcohol, but does drink 2 to 3 cups of coffee daily. Her only medication is an oral contraceptive. Physical examination shows no abnormalities. Visual acuity is 20/20. What's the most likely diagnosis? ممتاز. Excellent. What is the most likely diagnosis? Migraine. Most migraine. With aura. Well, excellent. So, يعطيك العافية. So, this is a case of migraine with aura. طبعا, does all the migraine should accompanied by aura? No. So, we have 2 divisions of migraine. Either migraine with aura or migraine without aura. This is the criteria for diagnosis, diagnostic criteria for migraine with aura. Patient usually have 2 or more attacks. Fulfilling the criteria of BSC, HA-BNC, couldn't do 1 or more of the following fully reversible aura symptoms, most commonly visual aura, sensory aura, speech or language, and you couldn't do speech irresistible images. فجأة you can do speech irresistible, ما يقدر يتكلم بعد يجي المايغرين. This indicates language or speech aura. Motor aura, زي مثلا اللي هو الهيميبليجيك مايغرين, you can do weakness, retinal aura. And at least 3 of the following 6 characteristics, and can do at least 1 aura symptoms, spread gradually over more than or equal 5 minutes. To, يعني غالباً 5 minutes or more than 60 minutes. أقل من ساعة. To or more aura symptoms occur in a session. Each aura symptoms last 5 to 60 minutes. So more than 5 minutes, less than 60 minutes, يعني less than 1 hour. At least 1 aura symptoms is unilateral and is positive aura. Positive aura, إيش معنى positive aura؟ إيش معنى negative aura؟ ما حد يقدر يجاوبني؟ Positive symptoms. إحنا نتكلم مثلاً visual. Visual symptoms, positive symptoms وفي negative visual symptoms. ممكن النيجاتيف انه مثلا الفيجوال اكويتي قل, بس البوزيتيف مثلا يكون عندها فوتوفوبيا. طيب النيجاتيف معناته عندي لوس اوف فانكشن, صح؟ يعني مثلا يكون عنده فيجوال لوس, مثلا هيمينوبيا او كومبليت فيجوال لوس, نيجاتيف فيجوال اكويتي. لكن بوزيتيف سيمتومز زي مثلا الزيجزاج لايك zigzag like movement, flash lights. This is go with positive symptoms. هذا اللي يقول paresthesia is a negative symptom. صحيح. Negative loss of sensation. لكن numbness and tingling sensation هذه positive symptoms. الحزة التنمية زي كهرباء. لكن complete loss of sensation هذه تسمى negative symptoms. Others. D usually not better accompanied by another ICHD-3 diagnosis. طبعا مو لازم ان البيشنت يجي typical for يعني typical meeting all these criteria. طيب لانه الاثنيسيتي تختلف, الجندر يختلف, الديستريبيوشن يختلف. طيب excellent. طيب نروح على الكيس الثاني. Want to participate. دكتور انا اقدر أخذ الهيستوري, اسمح لي. يلا تفضلي.
طيب so she's a 25-year-old woman comes to the physician because of intermittent painful double vision for the past 3 days. So the first thing I would like to ask her, are the images separated horizontally or vertically? Hello. إيه ما تسمع صوتي؟ لا again معلش ما سمعتك. إنه هل images separated horizontally or vertically? Yeah, it doesn't differ. Just decrease visual acuity. يعني صار عندها غباش في النظر ومؤلم الوضع يعني. وراجعت ophthalmologist for this problem ولا لا؟ لا. طيب بكل العينين ولا بعين واحدة؟ يعني أكثر شيء كان في العين اليمين. طيب بس في العينين بس أكثر شيء في العين اليمين. وهذه المشكلة أول مرة تصير معاها؟ أول مرة. طيب هل لاحظت أعراض ثانية تجيها مع التغبيش؟ مثل إيش؟ تنميل مثلاً أو ضعف في أي جزء من أجزاء الجسم؟ جاء ضعف تقريباً قبل شهر في رجلها اليمين وراحت من نفسه. يعني ما راحت المستشفى ولا أخذت علاج واختفى الضعف من نفسه. هذا قبل شهر. طيب قبل هذا الضعف قد عانت من أي أعراض عصبية؟ لا بس أول مرة يجيها الضعف هذا قبل شهر وراح اختفى، والآن صار عندها مشكلة الغباشة في النظر في العينين وأكثر شيء في العين اليمين. وهل لاحظت أنه مثلاً الحرارة أو الهيد شاورز تزيد من هذه المشاكل ولا لا؟ أحياناً لما تطلع في جو حار تحس أن أعراضها تزيد. طيب هل شخصت من قبل بأي مرض عصبي؟ لا هذه أول مرة تيجي لطبيب أعصاب. طيب تأخذ أي ميديكيشن؟ لا ما تأخذ ولا شيء. هل في أي أمراض عصبية في العائلة؟ أختها عندها الثعلبة. الثعلبة. طيب هل هي تعاني من أي أمراض مناعة مثلا عندها thyroid disease or anything؟ ما عندها. بس تقريبا صاحبي أسأل براس. طيب you ask about the بس ال weakness. إحنا قلنا إنه في الرايت بس ما we did not dissect more about the another neurological symptoms. نحتاج نسأل صح عن ال speech, the gait imbalance, the higher function status. صح ولا لا؟ صح neurological review. Yeah, we have to يعني review all of them. But you يعني did a great job. لا تخلعني. هنروح اللي بعدها. اقرأ الكيس كامل. So her symptoms occur only when looking sideways. She has myopia and has been wearing corrective lenses for 10 years. 1 month ago, she lost her balance and had right leg then resolved completely. Her only medication is an oral contraceptives. Physical examination, vital signs are within normal limits. The pupil are equal and reactive to light. Her best corrected visual acuity is 20 over 40 in each eye. Power examination was 4 out of 5 over the right lower limb. Hyperreflexia with sustained clonus over the left lower limb. Decreased pinprick sensation over the right upper and lower limb. طيب أعطيني just a clue or summary of the patient examination. ما فهمتك صراحة. Signs of upper motor. طيب معناته عندها decreased visual acuity bilaterally صح، عندها upper motor neuron sign bilaterally. Yes. صح ممتاز. Does it can go with certain distribution? Nope. Okay excellent. Decreased sensation يعني عندها غالبا البيشنت اللي زي كذا يكون عندهم مثلا weakness right upper limb, left lower limb تحصل عنده مثلا هايبر ريفلكسيا مثلا راس الاور لمب هو ما كان اصلا يشتكي من ويكنس او شيء في ديكريس سنسيشن ويتش از ريليفنت فيكون عندهم موست اوف مور اوف ديستريبيوتيف سيمتومز يعني نوت
go with 13 vascular territory, صح؟ صح. ممتاز. طيب, based on this history and examination, what you want to do next? You want to ask for MRI and ask for a full multiple sclerosis workup. طيب, هذا الMRI. Okay, طيب, عندها ال down نسيت اسمها صراحة بس الساين. Dorsum finger. Yes. ممتاز. What indicate this? Multiple sclerosis. تقدرين توصفيها طيب لي على الصورة؟ كيف يعني؟ As in Europe. وديس يعني لو قال واحد فتح لي الصورة هذه قال لي describe what you see. I see black around the corpus callosum. طيب. White patches مثلاً. ممتاز. نقول periventricular صح؟ periventricular في النص و juxtacortical periculosal hyper intense white matter lesion صح؟ صح. ممتاز. وعندها برضه في spinal cord عشان كده عندها في lower limb weakness. عندها lower motor upper motor neuron side and the lower limbs. Excellent. So what is your working diagnosis or likely diagnosis? MS. ممتاز. طبعا هنا for do you need to do an LP and CSF analysis in this patient or not? ماشي السؤال. Do you need to do LP and CSF analysis for this patient or not? Yes. Why? أتوقع لازم to support the diagnosis more. طيب لا. هي راح يبقى كل الكريتيريا صح؟ ممتاز excellent خلاص she fulfill the criteria وما كتبنا criteria for dissemination in time and dissemination in space and space. But dissemination in time عندها new right eye manifestations عندها prior right lower limb weakness وعندها objective finding عندها hypermotoneuron sign في lower limb وعندها visual acuity في upper limb. معناته عندها she made the dissemination in time صح؟ وفي نفس الوقت dissemination in space عندها lower limb وعندها visual والMRI برضو meeting إن عندها dissemination in space عندها cortical يعني periventricular و juxtacortical وعندها spinal cord صحيح؟ ف she met في الMRI وفي الhistory dissemination in time and dissemination in space. But in such cases you will go for direct treatment with disease modifying therapy, no need for MP. In case of multiple sclerosis, we apply the McDonald criteria. This is the new guideline or the newest one, 2017. The summary of this criteria that the patient need to meet dissemination in time and dissemination in space to be diagnosed with multiple sclerosis, and then we can start the treatment. كده خلصنا, يعطيكم العافية جميعا. طبعا البرزنتيشن هذا حضر عن طريق النادي وقع نادي الأعصاب في جامعة الملك عبد العزيز. مشكورين جميعا, يعطيكم العافية. أنا فقط يعني عدلت العرض بأشياء بسيطة, أضفت بعض الأمور المهمة. إن شاء الله أن يكون التوبيك هذا مفيد للجميع. إن شاء الله أني قدمت الشيء اللي يفيدكم. أنا حاولت أني أعطيكم الشيء المهم, الشيء اللي يفيدكم كبراكتس, وما حاولت أن أكثر عليكم شيء أكبر عشان كل يعني يكون مستوى. أي سؤال أي استفسار؟ دكتور, أنا عندي سؤال عن كيس 2 إذا تسمح لي. تفضلي. شوف يعني معلوماتي محدودة جداً, ولكن إيش الهنت اللي خلاك تعرف إنه هي عندها MS يعني, وعلى أساسها عرفت إني المفروض إني أطلب MRI؟ ممتاز. البيشنت عندها أول حاجة optic neuritis صح؟ عندها painful eye movement صح؟ عندها painful double vision. I remember it is an optic neuritis. آه. Optic neuritis defined as painful visual symptoms in patient due to demyelination. Usually patient in يقول لك لما يحرك عينه double visions. What does mean double visions? Double visions معناته انه we look to the right, we look to the left, he will have double vision and will have pain. صح ولا لا؟ This is double vision. Double vision indicates there is impairment of مثلا third cranial nerve, sixth cranial nerve with movement, so it's called optic neuritis. طيب,
عندها اوبتيك نيوريتس وعندها برايور هيستوري اوف نيوريكال ديفيسيت ذات هاز بين ريزولفد. صحيح، ممتاز. ايش اخر نقطه قلتها؟ صبر، عندها بريفيوس فوكال نيوريكال ديفيسيت اللي كان عندها، قلنا عندها رايت لور ليج ويكنس، عندها جيت امبالانس، كان عندها سم سورت يعني ميوريكا. عندها سيربيلا ديسفانكشن، عندها بريفيوس، عندها بريفيوس ابر موتور نيورون ليجن. طيب، لان الام اس يكون ابر موتور نيورون ليجن، صح؟ ما يكون لور، يعني بريفر نيرف. فعندها ابر موتور نيورون ليجن بريفيوس، تمام، بريفيوس هيستوري ذات هاز بين ريزولفد، ولا عندها ريكيرنس in form of optic neuritis. And the objective finding for examinations and the upper motor neuron signs. أول شيء for this patient when for working diagnosis, you're suspecting demyelinating disease مثلاً زي الMS. فأول شيء نطلبه الMRI، صح؟ إحنا قلنا عندنا في نيورولوجي إيش؟ MRI، يا nerve conduction study EMG، يا CBC حقنا اللي هو LBOCSF، صح؟ صح؟ صح صح. ممتاز. فأغلب الكيسز اللي زي كذا خلاص نسوي لهم MRI to give يعني more detail about the walking diagnosis. تمام، الآن وضحت، لأن بالغالب هم يحطون إنه يكون عندها previous viral infection فيجري هو الهند، مع إنه هي الأيج حقها برضو يعني يلمح شوي إنها في ميل كذا. Nothing is easy the viral infection. طب what is the most common viral infection linked to the multiple sclerosis؟ بشتان بار فيروس. إكسلنت. تلو الـ EBV، صح؟ والهربس. طيب، هذا risk factors، يعتبر risk factors، but it's not necessary to be preceded by infection. في another demyelinating diseases usually preceded by infection، مثل إيش؟ مثل حاجة اسمها MUG associated. Yes، MUG. اللي هو مايلين، اسمه مايلين أوليجو. عرفت. MUG associated myelopathy، يسمى MUGAD. غالباً يعني most of the cases يكون عندهم viral infection post vaccination. Other demyelinating diseases مثلاً ADEM local disseminating encephalomyelitis اللي في young age. هذا usually proceeds مثلاً by infection بعدين يكون عندهم his يعني picture of demyelination في المراحل. LMS linked to the EBV mainly but it's not necessary to have an infection. I did not hear any patient with MS any kind of diagnosis for MS made because of having any previous viral infection. تمام، الآن وضحت، الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، يعطيك العافية. Recording stopped.